نشرة مفصلة للأنباء، أهلا بكم وإلى العناوين. غارات سعودية ليلية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء وتسفر عن سقوط ضحايا مدنيين. البيت الأبيض يقول إن واشنطن تنسق مع السعودية بشأن العمليات العسكرية في اليمن، لكنها لا تتدخل مباشرة عبر قواتها. العبادي يعلن انطلاق المرحلة الأخيرة من عملية استعادة تكريت، والحشد الشعبي يرفض المشاركة في العملية بعد تدخل تحالف واشنطن. استشهد 13 مدنيا في غارات سعودية على العاصمة اليمنية صنعاء ليلا. الغارات استهدفت مطار صنعاء الدولي ومنطقة الصباحة، فيما تصدت المضادات الأرضية التابعة للجيش اليمني لها. وسائل إعلام سعودية ذكرت أن مصر تشارك بطائرات وسفن حربية في الهجوم على اليمن، وأن الأردن يشارك بست طائرات حربية. ضحايا سقطوا في الغارات الجوية السعودية التي استهدفت مناطق يمنية. الهجوم الذي أطلق عليه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز اسم عاصفة الحزم حصل بمساندة من دول عربية وغربية. مصادر عسكرية يمنية قالت إن الغارات الجوية استهدفت مناطق عدة في صنعاء والمطار الدولي، بالإضافة إلى قصف قاعدة الديلمي. من جهتها قالت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر في بيان مشترك إنها قررت التحرك لحماية اليمن. البيان أكد استجابة تلك الدول لطلب الرئيس عبد رب منصور هادي حماية اليمن من الجيش اليمني وأنصار الله. بدوره أكد البيت الأبيض تنسيق الولايات المتحدة مع السعودية بشأن العمليات العسكرية، وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أجاز الدعم اللوجستي والمخابراتي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن. أما مصر فأعلنت في بيان لها دعمها السياسي والعسكري لهجوم السعودية وحلفائها على اليمن، وأكد البيان التنسيق مع السعودية ودول الخليج بشأن المشاركة بقوة جوية وبحرية مصرية. ينضم إلينا من صعد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله علي القحوم. أهلا بك سيد القحوم. إذن هو بيان مشترك صادر عن السعودية وعدة دول عربية أخرى تبرر هذا الهجوم مسبقا مدعوم من واشنطن بالطبع هذا الهجوم. ماذا تقولون في أنصار الله حول ما يحصل في اليمن الآن وهذه الغارات التي شنت عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا العدوان وهذه الحرب أعلنها النظام السعودي وكذلك الأمريكي على الشعب، كل الشعب، ولذلك الشعب اليمني هو يتحرك اليوم للرد على هذه الحرب. وهذه الحرب هي غير مبررة، سيما وأنهم قد وقد خابت آمالهم في أن يغرق الشعب اليمني في صراعات بينية وكذلك في اصطناع حرب ما بين الشمال والجنوب. هم اليوم يتدخلون بطائراتهم ويحاولون أن يستهدفوا الشعب، كل الشعب، ولذلك 25 مليون من أبناء الشعب اليمني سيتحركون في رد على هذا العدوان الظالم وهذا العدوان الغاشم. طبعا هذه الغارات هي استهدفت المدنيين وقتلت العشرات وجرحت الأطفال والنساء، ولذلك هذا النظام السعودي الظالم يتحرك اليوم لينتهك السيادة اليمنية ويحاول أن يستهدف البلد وأن يشن الحرب على الثورة الشعبية وعلى أبناء الشعب اليمني. نعم. وهذا أمر يرفضه الشعب، وسيتحرك الشعب اليمني لرد هذا العدوان بكل الطرق المتاحة، ولم يقف مكتوف الأيدي أمام هذا العدوان السعودي الأمريكي. نعم. وهنا نستذكر أيضا ما قاله السيد محمد البخيتي القيادي في أنصار الله للميادين في التغطية التي فتحناها حول المستجدات في اليمن. قال أن السعودية تضع نفسها الآن في مقام المعتدي على اليمن وستدفع الثمن. إذا ما تحدثنا الآن عن هذه الحرب المفتوحة كما أسمتها أنصار الله وعن هذه الخيارات الآن في طرق الرد والدفاع عن اليمن من قبل الجيش اليمني، كيف نستطيع أن نوصف الوضع وما هي الخيارات؟ أولا الرد سيرد الشعب اليمني وليس أنصار الله لحالهم. نعم، نتحدث عن الجيش اليمني. نعم، على الشعب اليمني وعلى الثورة الشعبية، ولذلك الجميع سيتحرك اليوم للرد على هذا النظام الظالم وهذا النظام المتغطرس الذي يتحرك اليوم ليحشد القوى الغربية والاستكبارية لاستهداف الشعب اليمني وإنتاج سيادته. ولذلك الرد
والمكان والزمان هو سيتحرك الشعب اليمني في الرد على هذا العدوان بكل الطرق والخيارات المفتوحة. هناك تحرك الآن واضح، والشعب اليمني ليس يعني سيتلقى هذا التدخل الخارجي وهذا العدوان الخارجي بالأحضان وأهلا وسهلا للنظام السعودي أو غيره. الشعب اليمني هو حر، سيرفض هذا التدخل وسيتحرك بكل ما يستطيع وسيتجند الجميع، والتعبئة العامة هي موجودة والجميع الآن يتحركون يعني في الاصطفاف في صف واحد وخندق واحد لمواجهة هذا العدوان الظالم والغير مبرر. نعم نعم. طيب سيدي الكريم، هناك معلومات صحفية تتحدث الآن عن إنزال مظلة خليجي في عدن، هل لديك أي معلومات حول هذا الموضوع؟ هل هذه المعلومات دقيقة؟ هل صحيحة؟ لا، إلى في هذه اللحظات لم يصلنا مثل هذه المعلومات. اللجان الشعبية والقوى الأمنية والعسكرية هي تتحرك اليوم في تلك المناطق لتطارد ما يسمى بالقاعدة وداعش، واليوم النظام السعودي وكذلك الأمريكي يثبت وبجلاء أنهم يتحركون منذ البداية في دعم ما يسمى بالقاعدة وداعش، واليوم يشنون الحرب ويعتدون على الشعب وعلى الثورة الشعبية وعلى الجيش اليمني، لأن لديهم موقف من تلك المؤامرة التي تحرك الجميع لإفشال هذه المؤامرة ودحر تلك العناصر. وأكدت الأحداث وهذا العدوان أن الرئيس المستقيل هادي هو من كان يقود الحرب ومن كان يقود المؤامرة على الشعب اليمني، وهو من يطلب التدخل ويستقوي بالخارج على أبناء شعبه. نعم. طيب هناك أيضا معلومات طرحتها وسائل إعلامية سعودية تتحدث بها عن قاعدة العند، ما هو الوضع الآن في قاعدة العند مع تضارب هذه الأنباء وقول السعودية بأنه تم قصفها من قبل أنصار هادي والهجوم عليها من قبل أنصار هادي، علما أنه طبعا الجيش اليمني ينفي ذلك؟ طبعا قاعدة العنت هي في سلامة وفي خير، لن يمسسها أي سوء، وهذا كلام غير صحيح، وليس هناك لا أنصار لهادي ولا غيره. هذه المؤامرة منذ البداية، كان النظام السعودي وكذلك الأمريكي يقودون المؤامرة منذ البداية، لكن كانت البوابة هي هادي، هم امتطوا ذلك الدمية لأجل أن يعني يشنوا الحرب على الشعب اليمني لكي يغرقوا الشعب اليمني في مستنقع الصراعات البينية، لكن الشعب اليمني كان واعيا ولم ينزلك في ذلك المستنقع، وحاولوا أن يشن أو أن يحيوا النزاعات الطائفية وكذلك المناطقية، لكن الشعب اليمني كان أوعى. اليوم هم يتدخلون بعد أن خسروا كل أوراقهم في الداخل، يتدخلون مباشرة في العدوان على الشعب اليمني، ولذلك هذا يدلل على الفشل وعلى الخسران وعلى أنهم أحبطوا ولم يستطيعوا أن يتقدموا في كل مؤامراتهم التي حاكوها على المدى البعيد وعلى الأيام الماضية. ولذلك هناك يعني تحركات شعبية وهناك غضب شعبي منقطع النظير. الجميع أبناء الشعب اليمني يتحرك اليوم في اصطفاف واحد لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي. نعم. ابقى معنا لو سمحت سيد القحوم، سأعود إليك من جديد. ينضم إلينا الآن من واشنطن مدير مكتب الميادين منذر سليمان. إذن هو ضوء أخضر أمريكي وإعلان من البيت الأبيض عن دعم لوجستي واستخباراتي أيضا في إطار هذا الهجوم على اليمن من قبل عدة دول عربية، ماذا في المعلومات أيضا منذر؟ يعني بقطع النظر عن نفي واشنطن إلى أنها تشترك بصورة مباشرة في الأعمال العسكرية، إلا أن هناك أمرين في غاية الرمزية. أن يعقد السفير السعودي في واشنطن مؤتمرا صحفيا للإعلان عن بدء العمليات العسكرية، وأن يكون هناك تسمية العملية بعاصفة الحزم، هذا يذكرنا بكيفية اختيار الولايات المتحدة لتسمية عملياتها العسكرية وإدخال من عاصفة الصحراء وغيرها. معنى ذلك أن الدور الأمريكي رغم أنه يحاول إظهار عدم المشاركة المباشرة في العمليات العسكرية، إلى أن تشكيل خلية تخطيط مشترك في الرياض وكل الترتيبات التي تدل على أنه كان هناك إعداد مسبق يدل على أن هذا العمل العسكري ليس عملا تم على عجلة، كان هناك إعداد وتخطيط له، ووضع خلية التخطيط المشترك في السعودية للتنسيق في هذه العمليات العسكرية، بالإضافة إلى الإعلان
الذي صدر عن البيت الأبيض الذي يقول بوضوح أن الولايات المتحدة تقدم دعما عسكريا واستخباراتيا، ولا يمكن للسعودية أن يتوفر لديها بنك الأهداف إلا بالاعتماد على الاستخبارات الأمريكية التي تم تزويدها بها. إذن الدور الأمريكي رغم أنه غير منخرط مباشرة حتى الآن، رغم أن هناك دائما في العمل العسكري هناك أعمال سرية، إلا أن هناك كل ما يتعلق بتقديم الدعم العسكري والدعم الاستخباراتي ستقوم به الولايات المتحدة وأعلنت عن ذلك. نعم، منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن، شكرا جزيلا لك. سيد القحوم أعود إليك من جديد. إذن أمريكا التي أعطت هذا الضوء الأخضر، كما سمعنا الآن هناك يتحدث مدير مكتب واشنطن عن تشكيل خلية تخطيط مشترك في الرياض وإعداد مسبق لهذا الهجوم على اليمن. إذا ماذا تقولون، كيف يمكن أن يواجه هذا الدور الأمريكي الآن في اليمن؟ سيد القحوم. أيوة نعم. نعم، نتحدث عن الدور الأمريكي في اليمن، كيف ستواجه اليمن هذا الدور الأمريكي وهذا الدعم الأمريكي لهذا الهجوم على اليمن؟ أولا هذه حرب واضحة، حرب أمريكية سعودية واضحة على الشعب اليمني وعلى اليمن، من أجل أن يدفع أو أن يضغط على الشعب اليمني بأن يقبل بالوصاية والهيمنة من جديد. اليوم الشعب اليمني هم لا يريدون أن يتخذ القرار بنفسه، هم يريدون أن يبقى وأن يخضع وأن يركع للنظام السعودي وكذلك للأمريكي، لكن هم يظنون أنهم بأعمالهم هذا سيركعون الشعب اليمني، لكن الشعب اليمني هو عصي وهو عدي جعب الضيم، وسيتحرك في إفشال هذه المؤامرة وسيتحرك بكل ما يستطيع للرد على هذا العدوان وعلى هذه الحرب، والخيارات مفتوحة وهي كثيرة جدا. طيب سيد القحوم، هناك قنوات سعودية، قنوات إعلامية سعودية تقول بأنه الغارات أدت إلى مقتل قيادات في أنصار الله، ماذا تقول بهذا الصدد؟ كيف هذا ترد؟ هذا كلام كذب. هذه الغارات هي لم تستهدف إلا النساء والأطفال، هي لم تستهدف إلا الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء، هي لم تستهدف إلا العاصمة صنعاء وأحياءها، والذي أقلقت المواطنين والناس وقتلت الشيوخ والأطفال والنساء، هي وكذلك استهدفت بعض قوى الأمن والجيش في بعض المعسكرات. نعم، حتى هذه القنوات تتحدث أيضا عن استهداف لسيد عبد الملك الحوثي، يعني فنريد منك رد على هذا الموضوع. كلام كذب وزيف. السيد عبد الملك والجميع في خير وعافية، وسيظلون في خير وعافية، وسيتحرك كل مدني حر في اصطفاف واحد وفي صف واحد لمواجهة الغطرسة السعودية والأمريكية، وهذه حرب أمريكية سعودية معلنة، وسنتحرك جميعا. سيد القحوم، على ما يبدو فقدنا الاتصال بالسيد علي القحوم عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الذي كان معنا من صعدة، أشكره كل الشكر على المعلومات التي قدمها وعلى هذه المداخلة. ينضم إلينا الآن من القاهرة مراسل الميادين محمد سليمان. إذن محمد، وسائل الإعلام السعودية تتحدث عن المشاركة بسفن حربية في الهجوم على اليمن من قبل مصر، ما هي المعلومات المتوافرة لديك، وهل من تصريحات مصرية جديدة حول هذا الموضوع وكل ما يدور في هذا الفلك في مصر؟ نعم، بشكل عام ليس هناك جديد بعد بيان وزارة الخارجية، حتى الآن لم تصدر من القاهرة أي بيانات رسمية أو أخبار أو معلومات حتى عن تحرك قطاع من الجيش المصري. هناك أنباء ومن وسائل إعلام سعودية تقول بأن قطع بحرية تحركت أو صوب بحرية تحركت باتجاه السعودية للمشاركة. بالتأكيد البيان الصادر عن وزارة الخارجية يؤكد مشاركة مصر بدورها وتأكيده على مشاركته بريا وعسكريا وجويا، وبيان واضح بالتأكيد، ولكن تفعيله على أرض الواقع حتى الآن لم تصدر بيانات من مؤسسة الجيش، ودائما ما تكون هناك بيانات من المتحدث العسكري للجيش المصري
في حال تحرك أي قوة عسكرية على الأرض أو قيام بعمليات عسكرية، وكذلك ولا لم تصدر بيانات جديدة عن وزارة الخارجية. ربما تنتظر لاجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم ومناقشة الموضوع بشكل كبير، حيث أن هذا الموضوع سيتم طرحه على وزراء الخارجية العرب في جلسة مغلقة. نعم محمد سليمان مراسل الميادين كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. إذن من جديد ينضم إلينا السيد علي القحوم، ينضم إلينا من صعدة، أهلا بك من جديد سيدي الكريم. إذن كنا نتحدث في إطار هذا الهجوم على اليمن وفي إطار ما تتحدث به وسائل إعلام سعودية عن استهداف ومقتل لقيادات في أنصار الله تحديدا، وعن استهداف في طبيعة الحال أيضا للسيد علي الحوثي، فلو سمحت لو تكمل لنا الشرح في هذه الصورة. أيوة نعم هذا الكلام هو غير صحيح وليس دقيق، وهو يأتي في إضالة التضليل، لأن الغارات الجوية هي استهدفت مدنيين وقتلت الأطفال والنساء واستهدفوا الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء، ولذلك هم يتحدثون بمثل هذه المبررات لأجل أن يغطوا على جرائمهم التي اكترفوها في العاصمة صنعاء وفي مناطق متعددة. ولذلك اليوم النظام السعودي والأمريكي يعني أثبتت الأحداث وبمثل هذه الأعمال أنهم يتحركون من أجل القاعدة ومن أجل داعش ومن أجل أن لا ينتهي هذا المشروع. عندما تحرك الشعب اليمني وحاول أن يتحرر من قراره السياسي وتحرك من أجل إفشال المشروع الأمريكي الصهيوني المتمثل في القاعدة وداعش، تحرك النظام السعودي وكذلك الأمريكي لإنقاذ هذه العناصر من أجل أن لا تنهار ومن أجل أن تبقى، وهذا دعم واضح للتكفيريين وللقاعدة من قبل الأمريكيين والسعوديين. وهذه الحرب وهذا العدوان هو يأتي في هذا الإطار، أنهم تحركوا من أجل أن ينقذوا عناصرهم الاستخباراتية من أن لا تكون لها سقوط أو أن لا يكون لها هزيمة في تلك المناطق. طيب هذا الهجوم على اليمن شاركت فيه عدة دول أيضا غير السعودية، هناك الأردن، هناك مصر التي أصلا أصدرت بيانا أعلنت فيه دعمها السياسي والعسكري لهجوم السعودية وحلفائها على اليمن، وأكد البيان أيضا التنسيق مع السعودية ودول الخليج بشأن المشاركة بقوة جوية وبحرية مصرية. إذن ماذا تقولون في إطار هذا التحالف العربي المدعوم أيضا من واشنطن بطبيعة الحال؟ نعم، هم يحاولون أن يقدموا أن هناك تحالف دولي وأن هناك تحالف عربي تحت مسميات هي واضحة. هذا النظام السعودي هو من يقود المؤامرة، هو والأمريكي على الشعب اليمني وعلى اليمن. هم يريدون أن يتحركوا في هذا الإطار من أجل التضليل وأن يحشدوا للعالم وكل العالم بأن هذا الحراك هو حراك عربي ومن الأنظمة العربية من أجل القضاء على ما على أنصار الله أو غيرهم أو ميليشيات أو ما كما يقدموه في إعلامهم. لكن الواقع ماذا يتحدث؟ هم يحاربون أو يشنون حربا على الجيش اليمني وعلى الشعب، كل الشعب على جميع المحافظات، حتى أنهم تحدثوا على أن هذا القصف ينال محافظات عدة. هم يتحركون اليوم من أجل أن ينقذوا ذلك المجرم العميل هادي وكذلك العناصر الإجرامية والاستخباراتية المسمى قاعدة وداعش. عندما شمر أبناء الشعب اليمني على سواعدهم واصطفوا أبناء المحافظات الجنوبية والشمالية والجميع تحرك في خندق واحد لمواجهة ذلك المشروع الأمريكي، ومن أجل أن لا تفتضح السعودية وكذلك الأمريكي تحركوا وشنوا هذه الحرب على الشعب اليمني بعد أن خسرت كل آمالهم وخابت كل آمالهم في أن يغرقوا الشعب اليمني في صراعات سواء طائفية أو كذلك أهلية. هذه الرحلات كلها خسرت. هم اليوم يثبتون أنهم فاشلون وتحركوا بشكل علني ليشنوا الحرب المعلنة على الشعب، وهذا يعني أعلنوه منذ أمس. واليوم الشعب اليمني هناك غضب، موجة غضب كبيرة جدا في الشارع اليمني في كل المحافظات اليمنية. 25 مليون سيتحركون في صف واحد لمواجهة هذه الدول المتغطرسة، هذه الأنظمة العميلة التي تتحرك من أجل القضاء على الشعوب المتحررة التي تحاول أن تتحرر من الهيمنة الأمريكية والصهيونية. نعم. طيب سيد لقحوم، هناك حديث أيضا عن وصول مئات الدبابات والطائرات من عدة دول عربية تحديدا من السعودية والإمارات، هي معلومات جديدة الآن، ماذا لديك من معلومات حول هذا الموضوع ودقة وصحة هذا الموضوع؟
هم يحاولون أن يحشدوا بعض الأنظمة العاملة التي هي تتبع السياسة الأمريكية والصهيونية في المنطقة، ويحاولوا أن يقحموها في هذه الحرب المعلنة، في محاولة حتى الأمريكان في محاولة أن هذه الحرب عربية من أجل أن لا يكون هناك أي تحرر للشعب اليمني. لكن المتورط ومن يقود هذه الحرب هي أمريكا وكذلك الصهاينة، ومن ورائهم عملائهم أولئك العربيون الذين يتحركون لخدمة الصهاينة وخدمة المشروع. هم لو يتحالفوا كما تحالفوا لن يستطيعوا أن يقضوا على شعب بأكمله، لن يستطيعوا أن يكسروا إرادة هذا الشعب. هذا الشعب انطلق وتحرك من أجل التحرر من العبودية، من أجل لكن هل هناك السياسي، من أجل الخروج. هل هناك فعلا مئات الدبابات والطائرات من هذه الدول؟ لن يعود اليمن كما كان في الأمس. اليمن اليوم هو يتحرك للمستقبل، وسينظرون من أبناء اليمن ما لا يسرهم، سينظرون البأس والقوة. وقد فهم السعودي في تلك الأيام ماذا جرى له من اليمنيون، وكيف كان بأسهم وصمودهم في الجبهات وفي ميدان الحرب. نعم، لكن هل هناك، صحيح أن مئات الدبابات والطائرات وصلت من هذه الدول الآن، من السعودية والإمارات تحديدا، أم أنه لا معلومات حتى الآن حول هذا الموضوع؟ وصلت إلى أي مكان؟ مقصدكم إلى اليمن؟ نعم، وصلت إلى اليمن. لم يصل أي جندي ولا دبابة، ولن يستطيعوا، ما دام هناك شعب لن يستطيعوا أن يتدخلوا بريا. هم يحاولون بهذه الغارات الجوية أن يكسروا إرادة الشعب اليمني، وأن يقدموا أننا نحن هنا باستطاعتنا أن نعمل المستحيل من أجل أن تخضعوا. إذن مثل هذه المعلومات الآن التي تصدر في عدة وسائل إعلامية، لربما الهدف منها الآن، الغرض السياسي منها، هل هو محاولة تمهيد لتدخل بري مثلا من هذه الدول؟ هي محاولات، نعم، نقرأها من جميع الاتجاهات، محاولة للتدخل أو لتوسيع التدخل. لكن عليهم أن يدركوا أن الشعب اليمني لن يلقاهم بالورود ولا بالزهور. الشعب اليمني هو مسلح وسيتحرك في الدفاع عن أرضه وعن سيادته. لا يمكن لأي شخص أو أي مستعمر أو أي غازي يدخل اليمن يعني بطريقة العنجهية ومحاولة لكسر إرادة الشعب والمحاولة لأن يضغط على الشعب أو أن يكسر إرادته. هذا مستحيل ولن يكون. نعم، السيد علي لقحوم، عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، كنت معنا مباشرة من صعدة، شكرا جزيلا لك. الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمر ببدء الهجوم العسكري تحت عنوان عاصفة الحزم، فيما أشار مسؤول أمريكي إلى أن مشاورات السعودية مع واشنطن بشأن العملية العسكرية في اليمن جرت على أعلى مستوى، وأضاف إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان على علم بتلك الخطة. البيت الأبيض أكد أن أمريكا على اتصال وثيق بالرئيس اليمني وشركاء واشنطن في المنطقة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تشارك بنحو مباشر عبر قواتها، بل إنها تنسق مع السعودية بشأن العمليات العسكرية. البيت الأبيض قال إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أجاز الدعم اللوجستي والاستخباري للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، فيما تواصل الولايات المتحدة مراقبة التهديدات من جناح القاعدة في اليمن وستتخذ إجراءات في حالة الضرورة. قال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة عادل الجبير إن دولا حليفة من دول الخليج وغيرها انضمت إلى السعودية في الحملة العسكرية في اليمن. الجبير أشار إلى أن الهجوم يأتي لحماية الحكومة الشرعية للرئيس اليمني عبد رب منصور هادي والدفاع عنها بحسب قوله. دول حليفة من دول الخليج وغيرها انضمت إلى المملكة العربية السعودية في الحملة العسكرية في محاولة لحماية الحكومة الشرعية للرئيس اليمني عبد رب منصور هادي والدفاع عنها. سنفعل كل ما يلزم من أجل حماية الحكومة الشرعية في اليمن من السقوط. إذن في بيان مشترك قالت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر إنها قررت التحرك لحماية اليمن. البيان أكد استجابة تلك الدول لطلب الرئيس المستقيل عبد رب منصور هادي لحماية اليمن من الجيش اليمني وأنصار الله، التي اعتبرها البيان أداة في يد قوى خارجية لم تكف عن العبث بأمن واستقرار اليمن على حد تعبير البيان.
قال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية إن مصر تابعت بقلق بالغ على مدار الأسابيع الماضية التدهور الشديد في الأوضاع في اليمن. البيان أعلن دعم مصر السياسي والعسكري للخطوة التي اتخذها ائتلاف الدول الداعمة للحكومة في اليمن استجابة لطلبها. البيان أكد أن التنسيق جار مع السعودية ودول الخليج بشأن ترتيبات المشاركة بقوة جوية وبحرية وبرية إذا ما لزم الأمر. وكان وزير خارجية اليمن المستقل رياض ياسين دعا إلى تدخل عسكري عربي مباشر وعاجل في بلاده قبل القمة العربية التي تستضيفها مصر. طلبنا اليوم من خلال لقائنا اليوم مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أن يكون هناك موقف قوي وواضح وتدخل عسكري مباشر من قبل دول مجلس التعاون الخليجي بالدرجة الأولى ومن قبل بقية الدول العربية. نحن قدمنا هذا الطلب وسنناقش غدا صباحا مع وزراء الخارجية العرب كل حيثياته ومتطلباته. أعرب الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق عن أمله في أن يتوقف القتال في اليمن، معتبرا أن أي زيادة لعسكرة النزاع ستكون غير مجدية. حق قال إن المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر يستمر في التواصل مع الأطراف من أجل إعادة العملية السياسية إلى مسارها. عضو المجلس السياسي لأنصار الله محمد البخيتي الميادين قال إن هناك حشدا دوليا لمواجهة الثورة اليمنية، وأضاف إن هذه الحرب ستكون البداية لسقوط بعض الأنظمة وعلى رأسها السعودية. طبعا هذا الموقف الأمريكي هو غير مستغرب، ونحن لا نستبعد أن تتدخل أمريكا أيضا بشكل غير مباشر، ولكن بشكل مباشر ولكن غير معلن. وعموما يعني هذا الحشد الكبير سواء دول الخليج أو ربما بعض الدول العربية التي حسب ما سمعت في الأخبار أنها ترغب في المشاركة، فهذا يعني أن هناك حشد دولي على اليمن لمواجهة الثورة في اليمن. ولكن هذا الحشد وخصوصا من دولة مثل أمريكا لا يزيدنا إلا يقينا وثقة بالنصر. وكما السعودية دخلت في الحرب شاركت في الحرب السادسة وهي تتدرك بشكل كامل بأنها ستنتصر ولكنها خرجت خاسرة، نحن غير قلقين مهما كان عدد الدول التي ستشارك في الحرب على اليمن. فكما قلت لك فهذا يزيدنا يقينا وثقة بعدالة قضيتنا وكذلك بالنصر. ولكن نحن نقول لتلك الدول أنه لا يشرفها في أن تشارك في حرب جذرة في حرب لصالح أعداء الأمة الإسلامية لصالح أمريكا، لا يشرف مصر، لا يشرف باكستان، لا يشرف إذا كان هناك دولة أخرى ربما، لا يشرفهم العدوان على الشعب اليمني. لأن القصة الآن الذي يطال اليمن هو لا يفرق بين اليمنيين. فالآن القصة حسب ما سمعت أنها على القاعدة الجوية وكذلك على بعض مواقع الدفاع الجوي، وهذا فيها جنود من الجيش هم أساسا ليسوا من أنصار الله. فبالتالي حتى لو كان الهدف فقط أنصار الله هو أيضا في النهاية حرب غير شرعية. ونقول لكل أولئك الذين يشاركون ما قاله الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن ثقتنا هي في الله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء. طيب. وبعد ذلك ثقتنا في هذا الشعب الذي بالتأكيد سيتوحد لمواجهة هذا العدوان الغاشم. وأنا أؤكد لك بعد أن سجلنا موقفا بأن من بدأ بالعدوان، وأنا هنا أسجل هذا الموقف وأريد أن يسمعني كل إخواننا في الخليج أن من بدأ بالعدوان إعلان العدوان وأيضا بدء إطلاق النار هي دول الخليج، وفي النهاية الشعب اليمني سينتصر وهذه بداية لزوال تلك الأنظمة وعلى رأسها نظام آل سعود. لأن الشعب السعودي كما هو معلوم هو شعب مظلوم مثل الشعب اليمني، وهناك إرادة داخل الشعب نجد والحجاز للفكاك من هذا الظلم. وهناك تقريبا 30,000 معتقل سعودي في المعتقلات السعودية. عضو اللجنة الثورية لحركة أنصار الله توفيق الحميري قال للميادين إنه لن تتوقف هذه الحرب إلا عند استعادة الأراضي اليمنية المحتلة ورفع الأعلام فوق أراضيها.
مملكة آل سعود تعرف وجربت المواجهات مع اليمنيين، ومنذ أن كانت أيضا حركة أنصار الله في عام 2009 لا تزال مستضعفة، وأيضا الآن وأصبحت الحركة تحظى بمد وشعبية تفوق، أو أصبحت ملايين من الشعب اليمني تنتمي إلى هذه إلى هذا المكون الشعبي الثوري. أعتقد أن هذا لن يكون الأراضي اليمنية التي تحتلها آل سعود منذ عقود، لن تتوقف هذه الحرب إلا وأصبحت الأعلام اليمنية في هذه الأراضي. هذا أول تحرك سيكون بمصوب نحو استعادة الأراضي اليمنية المحتلة من عسير ونجران، وأن التحرك البري الشعبي نحن أيضا ندرك بأنه من خلال تجربة أنصار الله، من خلال المواجهات السابقة وحرب 2009 والعدوان الذي تم على محافظة صعدة، لم يكن الطيران مسألة حاسمة بشكل حقيقي، كان التحرك البري والتحرك الذي على الأرض هو الرهان الشعبي اليمني. هناك شعب مقاتل، هناك 10 مليون مقاتل على مملكة آل سعود، أن تدرك هذا الأمر. لن يخسر اليمنيون شيئا بقدر ما نحن ندافع عن أنفسنا، وسنتجه لتحرير بقية أراضينا شمال الشمال الذي لا يزال محتلا من الأراضي اليمنية، سوف يتم استعادته، وربما هنالك أبعد من استعادة الأراضي اليمنية المحتلة. حالة التأهب والتعبئة الشعبية تتزايد، والعدوان الذي اقترفته مملكة آل سعود بغطاء أمريكي واضح ومعلن، وبغطاء ربما العديد من الدول كبريطانيا وغيرها، تلك الدول التي غادرت مباشرة سفاراتها وأعلنت مغادرة سفاراتها بشكل مبكر، كانت تبيت هي هذا المخطط. الاتجاه الشعبي هو ناقم على مملكة آل سعود، وها قد اقترفت، أو كما ذكرت لك سابقا جنت على نفسها براقش الشعب اليمني سيتحرك، هنالك أمواج مقاتلة شرسة لا تقبل الهوان، لا يمكن لليمنيين أن يرضخوا لإملاءات آل سعود إطلاقا أو لأي إملاءات خارجية، هناك ملعة شعبية متكاملة ضد الخارج. الجيش اليمني دخل أحياء عدة في مدينة عدن جنوب البلاد إضافة إلى مطار المدينة، فيما غادر الرئيس عبد الرب منصور هادي القصر الرئاسي إلى جهة مجهولة، وإلى ذلك تسارعت ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية. تدحرجت كرة الأحداث بسرعة في اليمن، آخر الأخبار الواردة تتحدث عن دخول الجيش المطار وأحياء عدة في مدينة عدن جنوب البلاد. الرئيس عبد رب منصور هادي غادر القصر الرئاسي إلى جهة مجهولة. قبل التوجه إلى عدن، أوقف الجيش في منطقة الحوطة بلحج وزير الدفاع المستقيل محمود الصبيحي، ونقله مع قادة أمنيين آخرين إلى صنعاء. هذه التطورات أتت بالتزامن مع دخول الجيش إلى قاعدة العند الاستراتيجية جنوب المدينة، فيما غادرت البعثات الدبلوماسية السعودية والكويتية والإماراتية والمصرية عدن. وتعقيبا على ما يتردد عن تهديدات بالتدخل الخارجي، أكد الجيش اليمني رفضه أي تدخل أجنبي لإنهاء الصراع في البلاد. الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة والأمن أعربت في بيان لها عن رفضها الكامل والمطلق لأي تدخلات خارجية تحت أي مبرر وبأي شكل من الأشكال. أما حزب الإصلاح فقد دان ما وصفها بأعمال العنف والإرهاب والاحتراب الداخلي، ودعا في بيان له اليمنيين إلى الجلوس إلى طاولة الحوار. ومع تسارع الأحداث عمدت السعودية إلى تحريك معدات عسكرية ثقيلة تضم مدفعية إلى مناطق قريبة من الحدود مع اليمن. مسؤول سعودي قال إن الحشود دفاعية. المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي نفى التقارير الإعلامية التي تحدثت عن قبول مصر ودول الخليج التدخل العسكري في اليمن. أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انطلاق المرحلة الأخيرة لاستعادة مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، وتزامنا مع موقفه شن الجيش العراقي سلسلة غارات مكثفة على مواقع لداعش داخل المدينة. العبادي وفي كلمة إلى الشعب العراقي قال إن ساعة الخلاص حلت، وقد حل ربيع العراق لتعود محافظة صلاح الدين إلى حضن الوطن. العبادي زار مركز قيادة العمليات المشتركة في بغداد والتقى وزير الدفاع خالد العبيدي.
علمت الميادين أن قيادة الحشد الشعبي وكتائب حزب الله رفضوا المشاركة في القتال في المعارك الدائرة في تكريت في ظل التدخل الأمريكي ومشاركة طائرات تحالف واشنطن التي تقوده واشنطن في عمليات القصف الجوي. قيادة الحشد الشعبي اعتبرت أن واشنطن تسعى إلى إجهاض انتصارات الجيش العراقي والحشد الشعبي وسرقة النصر على داعش. تطورات دراماتيكية لافتة طرأت في الساعات القليلة الماضية على المواجهة الدائرة ضد تنظيم داعش في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمال بغداد. الميادين علمت أن قيادة الحشد الشعبي وكتائب حزب الله رفضوا المشاركة في القتال في المعارك الدائرة في تكريت بظل التدخل الأمريكي ومشاركة طائرات التحالف الذي تقوده واشنطن في عمليات القصف الجوي. وعلمت الميادين أيضا أن هناك استياء كبيرا لدى قيادة الحشد الشعبي من القرار الأمريكي، واعتبرت أن واشنطن تسعى من خلال هذا القرار إلى إجهاض انتصارات الجيش العراقي والحشد الشعبي وسرقة النصر ضد تنظيم داعش. وفي المعلومات التي حصلت عليها الميادين أيضا أن هجوم القوات العراقية والحشد الشعبي على مدينة تكريت من أجل استعادتها وطرد داعش منها كان من المفترض أن يبدأ الثلاثاء الماضي، لكن تم تأجيله 3 مرات بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية عبر ضغطها على بعض أطراف العملية السياسية في العراق. الميادين علمت أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يجري اتصالات مع أطراف عدة على الساحة العراقية من أجل إقناع الحشد الشعبي بالتراجع عن قراره والعودة إلى ساحة المواجهة في تكريت. في اتصال مع الميادين قال القيادي في الحشد الشعبي هاشم الموسوي إن الولايات المتحدة تعمل على أن تكون غطاء جويا لتنظيم داعش. الموسوي أشار إلى أن أمريكا تريد أن تجير العملية في تكريت لمصلحتها. التناغم الأمريكي الذي يريد أن يكون غطاء جويا لداعش ويريد أن يجير هذه العملية لصالحه ويريد أن يجعل ممرا آمنا للإرهابيين لكي يخرجوا، لأنكم كما تعلمون نحن وأنتم أن هناك مشروعا أمريكيا في المنطقة وهذا المشروع بدأ ينفذ. موضوع أحداث ممر آمن لداعش أصبح في أولويات الجانب الأمريكي. نحن في هذه المعركة لن يكون لدينا أي ممر آمن. لقد وضعنا هذه الأيام عندما قمنا بإيقاف العمليات من أجل إخراج الأهالي من مدينة تكريت. عقد في إربيل مؤتمر لعلماء الدين والشخصيات السنية في العراق بهدف توحيد الخطاب الديني إزاء التهديد الذي يمثله وجود داعش في العراق. وشارك في المؤتمر ممثلون عن الأزهر الشريف. تقرير محمد كريم. خطورة داعش في انحرافه في الفكر. طريق العنف يبدأ بالتحريض عليه. السكوت عنه خطر يهدد الجميع. يحاول من جلس في هذه القاعة من علماء السنة ورجال الدين العراقيين وغير العراقيين بذل المزيد من الجهود لمحاربة فكر نخر جسد محافظات بعينها. توحدت كلمة السنة لأنهم حسوا بالخطر الذي يحيط بهم وأنهم هم المقصودون حقيقة، يعني ولا سيما العرب السنة المقصودون، لكن توحدت كلمتهم ونرى أن هناك تعاون سوف يكون حتى لاحقا في التصدي لداعش وفكر داعش الخبيث المنحرف. ليس لدينا توحيد كلمة بين العلماء ولا بالفتوى في العراق من أهل السنة ولا بين قيادات السنية، ولهذا وقعنا. ممثلو الأزهر الذين حضروا دعما للمؤتمر حاولوا التقليل من تداعيات التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب فيما يتعلق بالاتهامات التي وجهها إلى قوات الحشد الشعبي على أنها لم تكن تستهدف مكونا بعينه. الأزهر يعني ليس ببياني هذا، لا يقصد إلا من يستعدي على النفس الآمنة. العبرة ليس بالخطابات ولا بالكلمات ولا بالخطب، إنما العبرة بالعمل على الأرض. هي البراءة إذن،
من فكر داعش وممارساته، عنوان عريض للتوصيات التي خرج بها أول مؤتمر يجمع سنة العراق بعلمائهم ومشايخهم، وأن سجل فيه حضور خجول لممثليهم من السياسيين وسط غياب كان واضحا للمكونات الطائفية والدينية الأخرى. رياح الأمل والتفاؤل التي ينتظرها من حضر هذا المؤتمر قد تصطدم بجدار غياب وسائل فرض توصياته لمحاربة فكر يهدد المنطقة برمتها. محمد كريم أربيل، الميادين. استهدف الجيش التركي بالمدفعية مواقع لحزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد. الجيش أفاد بأن ذلك جاء ردا على قصف بقذائف الهاون والرشاشات استهدف جنوده. الأحداث دارت في محافظة هكاري قرب الحدود العراقية في تطور لافت منذ وقف إطلاق النار بين الجانبين قبل نحو عامين. في البحرين قررت السلطات الاستمرار في حبس الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، وحددت 22 من نيسان أبريل المقبل موعدا لمحاكمته. جمعية الوفاق وصفت القرار بالظالم والاستفزازي، وأكدت أن من شأنه القضاء على فرص الحل السياسي في البحرين. أفاد مراسل الميادين بسيطرة الجيش السوري والمقاومة على تلال الحمراء وشعبة الخشيعة بين جرود عرسال وجرود فليطة في القلمون بعد معارك مع جبهة النصرة. كذلك انسحب مسلحو الجبهة من تلال حنكل بفعل قصف الجيش المركز. هذا وقتل عدد من المسلحين في قصف مدفعي بمشاركة الطائرات السورية في وادي العويني ووادي الدب ووادي الخيل ومعبر الزمراني وجرود قارة في القلمون. قتل أحد أبرز القادة الميدانيين لداعش في القلمون محيي الدين الزين المعروف بأبي عرب بعد استهدافه بكمين للجيش السوري في جنوب حمص. وكان أبو عرب قد بايع داعش أواخر العام الماضي، وقد أسس أبو عرب لواء القصير وقاد المعارك ضد الجيش السوري وحلفائه التي انتهت باستعادة المدينة. وفي إدلب قتل نائب القائد العام لحركة أحرار الشام أبو جميل قطب باشتباكات مع الجيش. المجموعات المسلحة تمكنت بقيادة النصرة من السيطرة على بلدة بصرة الشام في ريف درعا. أما في إدلب فتتواصل الاشتباكات في الجهة الشمالية والغربية. ما تفاصيل المعركة في بصرة الشام وكيف هي الأوضاع العسكرية في إدلب؟ هبة محمود والتفاصيل. أهلا بكم. أهم المدن الأثرية الرومانية في سوريا بصرة الشام في درعا في الجنوب السوري هي الآن تحت نيران الفصائل المسلحة وسيطرتها. فصائل أعلنت معركة تحرير بصرة الشام، فدخلت إلى المدينة من حيها الغربي، وهي بنحو أساسي تتألف من جبهة النصرة وحركة المثنى الإسلامية، وذلك بعد هجوم صاروخي مكثف على مدى 3 أيام براجمات صواريخ وقذائف الهاون والقذائف الصاروخية. وتحدثت مصادر إلى أنها وصلت إلى 1000 قذيفة، واستخدم في الهجوم أيضا 12 دبابة. المدينة شبه المحاصرة منذ سنتين، أخلي المدنيون منها وشهدت حركة نزوح شرقا عن طريق السويداء المحافظة السورية المجاورة لبصرة الشام والآمنة بالنسبة إلى الأحداث السورية. وبالتالي فإن أهمية سقوط بصرة الشام تتركز أساسا على قربها الجغرافي من السويداء الذي لا يتجاوز 20 كيلومترا. هذا جنوبا. أما شمالا وتحديدا في محافظة إدلب، فقد كان الفشل مصير هجمات الفصائل المسلحة، إذ حاول مسلحون ينتمون بمعظمهم إلى جبهة النصرة ولواء صقور الشام فتح جبهة جديدة في مدينة إدلب التي ينتشر فيها الجيش السوري منذ أكثر من عام. ففي الجبهة الشمالية والشرقية لإدلب تتركز المواجهات وسط قصف صاروخي مركز يمارسه المسلحون لاقتحام المدينة، فيما تنفذ الطائرات السورية عشرات الغارات الجوية لاستهداف خطوط إمداد ومحاور هجوم المسلحين.
أعلن مسؤولون في مكتب مكافحة الإرهاب في أستراليا منع 230 شخصا يشتبه في انضمامهم إلى جماعات إرهابية من مغادرة البلاد إلى منطقة الشرق الأوسط خلال الشهر الحالي. وأضاف المسؤولون أن السلطات الأسترالية اعتقلت شقيقين يراوح عمرهما بين 16 و17 عاما في مطار سيدني، وكانا يحاولان ركوب الطائرة إلى تركيا دون علم والديهما. ألقت السلطات الإيطالية القبض على 3 رجال بتهمة إنشاء شبكة لتجنيد المقاتلين وإرسالهم إلى سوريا والعراق. القضاء الإيطالي أوضح أن 3 وضعوا تسجيلات فيديو جرى توزيعها عبر الإنترنت للترويج لداعش، وأضاف أن المتهمين يوجهون عملهم نحو إيطاليا وبلدان البلقان. أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن ما يجري على الأرض مختلف تماما عما يصوره بعض السياسيين ووسائل الإعلام الذين يشوهون الرأي العام في بلادهم خدمة لمصالح ضيقة. وأضاف خلال لقائه وفدا بلجيكيا برئاسة عضو مجلس النواب الاتحادي أن الوفود التي تزور سوريا من شأنها أن تساهم في تصويب الرأي العام بشأن واقع الحرب التي يخوضها الشعب السوري ضد الإرهاب. من جانبهم قال أعضاء الوفد إنهم لمسوا من خلال مشاهداتهم إرادة الحياة لدى السوريين على الرغم من المعاناة اليومية التي يعيشونها. أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله من غزة أهمية الحوار الوطني لإنهاء الانقسام من أجل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وقال الحمدالله إن حكومته تعمل مع أطراف عربية ودولية على حل مشكلة موظفي الحكومة السابقة في غزة، متعهدا في الوقت نفسه بعدم السماح بفصل غزة عن الضفة الغربية. تقرير لنا شاهين. إنهاء الانقسام وإعادة الإعمار وملف موظفي حماس قضايا شائكة في انتظار رامي الحمدالله وهو على أرض غزة مكلفا من الرئيس عباس. وصل الرجل في زيارة تستمر يومين يلتقي خلالها الفصائل الفلسطينية للتشاور والتوصل إلى حلول. تكريس المصالحة الوطنية واستئناف حوار وطني شامل مشجع ولإنقاذ شعبنا المكلوم في غزة والمباشرة بإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته للتركيز على مواجهة التحدي الأكبر الماثل أمامنا هنا وهو الاحتلال الإسرائيلي. قضية استيعاب موظفي الحكومة السابقة في غزة أكثر القضايا التي وقفت حائلا دون البدء في إنهاء الانقسام. الحمدالله وعد بحلول مرضية لكنه أكد ضرورة تسلم المعابر وتزويد الحكومة أموال الجباية، وحماس ترفض لغة الاشتراطات. التصريحات أيضا تؤكد أن هناك تعامل مع غزة عن طريق التهميش والتمييز الذي مارسه الرئيس محمد عباس، واليوم يرسخه الدكتور رامي الحمدالله بحكومته هنا في قطاع غزة. غزة بعد العدوان الأخير وصلت مرحلة لا عودة، وما يريده المواطن هو الأفعال لا الأقوال. فهل سينجح الحمدالله هذه المرة في طي صفحة الانقسام؟ ولا يستطيع أن يحل الملفات المأزومة لا على صعيد المصالحة ولا على صعيد الملفات الأخرى، الكهرباء، الرواتب، المعابر، إعادة الإعمار، ملفات تحتاج إلى قرار سياسي. على قاعدة الشراكة أكد الحمدالله أنه عازم على تحقيق الوحدة وعلى المضي قدما نحو انتخابات تشريعية ورئاسية. خارطة طريق رامي الحمدالله لرفع العصي من دواليب المصالحة مع تصريحات حماس تؤكد أن ما يحمله الحمدالله في جعبته صعب التنفيذ، وبهذا ستبقى المصالحة تراوح في مكانها ويبقى المواطن يطالب الطرفين بمزيد من التنازلات. لنا شاهين غزة، الميادين. وصل كل من وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف ونظيره الأمريكي جون كيري إلى لوزان لعقد جولة جديدة من المحادثات النووية. ظريف كان قد قال قبل توجهه إلى سويسرا إن القوى الغربية عليها الاختيار بين الضغط على إيران أو التوصل إلى اتفاق معها.
دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني إلى إنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا. وفي مؤتمر صحفي في هافانا بعد لقائها الرئيس راؤول كاسترو، أكدت ضرورة رفع العقوبات في هذه المرحلة، ولا سيما مع تطور الحوار بين الجانبين. يأتي ذلك بعد اختتام زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى هافانا، حيث جدد مطالبته برفع العقوبات. إلى كوبا وصلت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني بعد ساعات على مغادرة سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي هافانا. هذا النشاط الدبلوماسي تجاه هذا البلد له دلالاته، فموغريني هي أرفع دبلوماسي أوروبي يزور كوبا بهدف بحث العلاقات الثنائية بين القارة العجوز وهذا البلد اللاتيني، وذلك استكمالا للمفاوضات السياسية بين الطرفين والتي بدأت ربيع العام الماضي. العقوبات المفروضة على كوبا من قبل واشنطن حضرت في اللقاءات التي أجدها موغريني، وهي عدتها غير مفيدة. في هذا الوقت تحديدا يمكننا رفع الحظر عن كوبا، والذي كان الاتحاد الأوروبي رفعه سابقا، خصوصا مع بدء الحوار مع الولايات المتحدة الذي يرحب به الاتحاد الأوروبي، ليس فقط لتأثير الظروف الإقليمية على استثماراتنا، بل من أجل الشعب الكوبي. هذا الكلام يأتي بعد سنوات طويلة من تماشي سياسة الاتحاد الأوروبي مع ما فرضته واشنطن من عقوبات وحصار على بلد انتصرت ثورته على الاستعمار. فالعلاقات بين كوبا ودول الاتحاد الأوروبي كانت قد تراجعت إلى حد القطيعة لفترة غير قليلة، وها هو الاتحاد الأوروبي الآن ينحو منح واشنطن التي اتخذت قرارا تاريخيا بتطبيع العلاقات مع كوبا. رفع العقوبات المفروضة على هافانا منذ عقود أمر توافق عليه الزوار الدبلوماسيون الكبار، إذ قال لافروف أيضا أن موسكو تؤيد رفع الحصار عن كوبا، وجدد في مستهل جولة له في أمريكا اللاتينية دعم الشعب الكوبي والحرص على العلاقة مع هافانا. واشنطن كانت قد رفعت بعض القيود من لائحة العقوبات عن أشخاص جلهم من الموتى وشركات لم تعد موجودة وسفن غرقت، ما قلل من أهمية هذه الخطوة، وإن بقي التفاؤل بمستقبل أفضل لعلاقات الجزيرة السمراء مع دول العالم.